أسئلة تتفرع عن هذا الحكم. لا نستطيع أن نحدد لكل فرد هل هو يجب عليه أو لا يجب، لأن الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. رب إنسان يكون وحيد أبويه وهو قوي البنية ولا عذر له، لو كان ليس له أبوين لتوجب عليه الانطلاق فورا، لكن وجود أبوين له وليس معهما من يقوم بخدمتهما، حينئذ نقول الزم واجبك في خدمتهما. أما إذا كان هذا الوالد له أولاد آخرون يقومون بواجب خدمتهما، حينئذ نقول يجب على هذا أن ينطلق للجهاد في سبيل الله. وبين هذه الصورة وتلك الصورة صور كثيرة وكثيرة جدا، من الصعب للمفتي أن يعطي فيها فتاوى صريحة، وإنما الأمر كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. شيخ، وإن كان عالما تحتاجه للبلد، هذه يعني عذر سمعناه من كثير من المشايخ السعوديين. كان جوابنا إن تلك البلاد بحاجة إلى علم هؤلاء أكثر من حاجة بلادهم إلى علمهم. واضح جوابي؟ وإن كان في العراق. وإن كان في العراق كذلك. لأنه هل تعتقد أن العراق، نعم هو كذلك، لكن أردت أن أثبت لك ذلك، هل تعتقد أن العراق ما بلغتهم الدعوة السلفية؟ نعم بلغتهم. نعم بلغت. وهل تعتقد أن الأمر كذلك في الأفغان أم الأمر ليس كذلك؟ بلا شك الأفغان بلاد أعجمية وليس فيها من دعا إلى السلفية لا من قديم ولا من حديث، إلا أنه الآن توجد نواة للدعوة السلفية. ولذلك فنحن نقول للعرب السلفيين إن كان يجب الجهاد على عامة المسلمين مرة واحدة في الأفغان، العرب السلفيين أهل التوحيد وأهل السنة يجب عليهم الجهاد هناك مرتين، أولا جهاد بالسنان وجهاد باللسان، هذا أوجب عليهم من غيرهم. وفي اعتقادي أن العلماء مهما تحمسوا للجهاد والذهاب إلى أفغانستان في سبيل الله فسوف لا تخلو بلادهم ممن يقوم بواجب التعليم والتوعية، لأنه مع الأسف التقصير عام في كل بلاد الدنيا في القيام بهذا الواجب، سواء في عامة المسلمين أو في خاصتهم. نعم نعم. وعليكم السلام. نعم نحمد الله ونشكره. تفضل، بس صوتك غير ظاهر.
أيوة. النقابة؟ هل النقابة قائمة على شريعة الإسلام؟ إن كان كذلك فينبغي الانضمام وإلا فلا. إن كانت النقابة قانونها قائما على أحكام الشريعة الإسلامية فالانضمام إليها وارد وإلا فلا. وفيك بارك. إذا ترك ركنا في الصلاة هل تلغى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلها أم يعيد ذلك الركن فقط؟ على حسب الركن. إن كان الركن في الركعة الأولى فينبغي إعادة الأركان الركعات كلها، أما إن كان الساقط في الركعة الأخيرة فيؤتى بالركن دون الركعة كلها. سمعتني؟ ما أنا أجبتك. إن كان الركن الساقط في الركعة الأولى فيلغي كل الركعات. سمعتني؟ لا يبني. وفيك بارك. يجوز الأمران. والحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. في أحاديث أخرى تصرح بجواز السجود قبل السلام، ولذلك قلنا بجواز الأمرين. المفروض في الخطيب أن يدخل المسجد ويصعد المنبر فورا وفي هذه الحالة ليس عليه صلاة تحية، أما إن دخل المسجد وجلس في المسجد ولم يصعد المنبر لابد له من التحية. وفيك. إذا الإنسان سعى في صلاته أكثر من نصف الصلاة، يعني أضاف مثلا في الرباعية ركعتين فما زاد، هل تبطل صلاته؟ ما فهمت السؤال. مثلا الظهر يصلي أربعا ويزيد ركعتين كساهية. صلى الظهر ستا. نعم. هو يسجد سجدتي السهو. لا هذا ليس عليه دليل. بارك الله فيك. الله يجزيك. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن نعرف الأخبار في الحقيقة يعني أكثر من خبرة وارد، مش خبر يعني منقول نقلا فقط، لأننا تحققنا منه من أشخاص معينين لهم ارتباطاتهم أن هناك تفوق بين الجماعات. أي نعم. حتى أخيرا شفناهم في الحج اللي هو برهان الدين رباني ذكر أنه حكمة يار انفصل عنهم، وكان جاءنا خبر أنه أيضا صار بينهم حتى مقتل قتل فيها كذا واحد غير الأولى. فالآن شيخنا الشخص اللي بده يروح يجاهد هو يرى في بعض الجماعات الانضمام تحت لواء الجهاد وأنه في بينها اتحاد، لكن البعض الآخر منفصل وفي بينهم هذا التضارب يعني اللي صار، وحسب الحديث اللي بيصير منهم انه هناك التفرق يعني هناك اختلاف شديد بالاراء بينهم، فهل يلتزم
جماعة معينة باعتقاده هو ولو أفتاك الناس وأفتوك مثلا، أم أنه الأفضل له هو في الجماعة اللي هي تسمى أنصار السنة المحمدية، أظن سوى معك لقاء في مجلتهم، هل الأفضل أن ينضم إلى هؤلاء الجماعة مثلا التي هي أنصار السنة المحمدية، أم أنه ما يرتاح له هو في نفسه من الجماعات الأخرى؟ شايف السؤال شوي محير، لأنه هل له الخيرة أن يختار أي طائفة منهم، ولا واجب عليه أن يختار طائفة وليس له الخيرة؟ لا، هو لما يروح شيخنا، نعم، هو لما يروح هناك، أيوه، هو يجب أن ينضم إلى جماعة من الجماعات، فإذا ليس له الخيرة، فعليه أن يختار من هالجماعات أو من هذه التكتلات ما هو أقرب إلى منهج الكتاب والسنة. طيب شيخنا، هل هذا التكتل يعني ألا يجعل هناك يعني السلام خلينا نقول خرقا في الجهاد الأفغاني مثلا، ليس كما هو مطلوب في الجهاد الإسلامي الحق؟ يا أخي هذا ما في إشكال، يعني هذا التحزب وهذا التفرق ما في شك أنه يعني أولا مخالف للشرع، وثانيا أخر ثمرة الجهاد. المجلات الآن تكتب في مجلتين، مجاهد والجهاد، تريداني آنفا استلمتها من البريد وكنت أقرأ بالماتجو. المحرر الجريدة تبع الجهاد متصل مع ثلاثة من كبار هؤلاء الرؤساء، منهم سياف ومنهم حكمتيار ومنهم هذا الرباني من شو اسمه، المهم موجه لهم أسئلة والأجوبة صريحة أنه في اختلاف بينهم وأنهم يحاولون يعني تلاقي والتفاهم وإلى آخره، لكن الشاهد هل هذا يكون عذرا أم يكون مشجعا للحكم السابق؟ يعني هؤلاء بحاجة كما قلت آنفا بالنسبة للعلم، هؤلاء بحاجة إلى أن ينصروا ليس فقط من ناحية الحربية، من ناحية الفكرية أيضا، وليس من المعقول فضلا عن أنه ليس من المشروع أن يتركوا هكذا هملا حتى يصل الأمر لا سمع الله أن يقاتل بعضهم بعضا. فهذا الخلاف بيأكد الوجوب المقرر سابقا وليس يسقطه. عبد الله عزام الله يرحمه كل جهود يعني تشكر في محاولته لتقريب وجوه الخلاف، لكن ما وصل إلى الغاية المشهودة. حتى الآن منعه اللي هو أسامة بن لادن، السعودية منعته أن يسافر إلى العراق. أيوة. كان له جهود كويسة لكن منعوه خوفا من مصير عبد الله عزام. أي نعم. منعوا نفسه من يسافر. صحيح. حتى أن البعض بذكر أنه يعني محاولات عبد الله عزام في هذا المجال هي التي جعلت البعض يقوم بما قام به تجاهه يعني. ما ندري. بس السيارة سؤال مقتل عبد الله عزام في هذا المجال، هو شهادة إن شاء الله يعني، لكن هل هي بمثابة من قاتل في المعركة؟ لا، لا يعتبر بنفسه. هو كلمة الشهادة والشهيد صارت في الزمن رخيصة، صحيح، ووضعت في غير موضعها. حتى حل إخوان بذكر لنا إنه ذيك اليوم واحد على المنبر بذكر هنا عندنا في الأردن بذكر أن الشهداء الشيوعيون في الانتفاضة في فلسطين ما شاء الله الذين يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله. هذا بذكر على المنبر. الله
لكن ما في غرابة. أنت بتسمع ب إيش اسمه هذا جورج جمال جورج حبش هذا اللي بزمن قتال المصريين اليهود جورج جمال نصراني بيقولوا نسف سفينة بحرية لليهود فجعلوه شهيد هو نصراني. وعندنا في سوريا لما كنا هناك بنوا مدرسة وسموها باسمي جورج جمال. بعده بارك الله فيك شيخ وفيكم. شيخ يعني ان شاء الله يعني لبيان بعض الامور عندنا في الساحة هناك في العراق. يعني يوجد يعني فرق ظهرت تدعي السلفية يعني تدعي السلفية وتدعي انها من هم من اهل السنة والجماعة. ولكن اول ما يعني ما فعلوه هو اسقاط اهل العلم اسقاط اهل العلم اي انه اسقاط الشيوخ عندنا اللي هم الحق معدودين على عد الاصابع او اقل من هذا. فاول ما فعلوا انه لا يؤخذ منهم فتية ولا يؤخذ منهم علما وهؤلاء لا يمثلون اهل السنة والجماعة وليس هم من اهل الكتاب والسنة. والذي يدعي هذا هو شخص معروف النسب اولا وليس له باع في العلم وانما هو كما يقولون افندي. نعم شيخ. وكون له طائفة وكون له جماعة والحقيقة ظاهر يعني ظاهر غايته هو تأخير الحقيقة يعني خطى إن شاء الله مضي أهل السنة والجماعة في باب الدعوة إن شاء الله هناك. هذا أول يعني أول ما ظهر من خلال حق دعوته. نعم شيخ. فهؤلاء يعني حق لهم مكتبا ايضا هناك لطباعة الكتب وهم يطبعون حق ولا ندري لماذا هذا الاختلاف. يقولون الشيخ الاسلام ابن تيمية ليس لا يمثل السلف ويطبعون له كتبا كثيرة. والمكتبة اسمها مكتبة التراث. ورأيت كتابا هنا في الأردن في إحدى المكتبات. نعم أخي. نعم يطبعون رسالات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطبعون هذه. لكن لا ندري ما الغاية من هذا الأمر. هل إنه منفعة مادية كما هو ظاهر طبعا الانتفاع المادي من هذا لأن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هناك أسرع رواجا ولا ما أن تنزل في السوق إلا وتنفذ. هذا الأمر واضح وظهرنا. فالحق أردنا أن يعني نبين هذا الأمر وهذه يعني غاية هذه الطائفة. وحتى يعني تسمى شيخ تسمى هنالك جماعة فائز هكذا يعني فائز. نعم هو اسمه هذا اسمه فائز. نعم فائز اسمه فائز. قديش عمره؟ والله عمره شيخ تقريبا عمره لا يتجاوز 40 سنة. لا يتجاوز 40 سنة وهو موظف مهندس. نعم. لكن حق دعوته لا يعني لا يأخذ بها إلا من هو متهور. وهذا الحمد لله يعني يظهر على أتباعه أنهم ناقصي عقل وعلم. والحمد لله لكل من يتأمل حالهم يرى هذا. طيب منذ متى بدأ هؤلاء يظهرون في المجتمع العراقي بدعوتهم؟ منذ عام بس عام او عام ونصف. طيب هل يعني لهم شعار معين او عقيدة يتميزون بها؟ مثلا تسمع بجماعة الهجرة بجماعة التكفير
بجماعة الجهاد. نعم. في شيء من هذه المعاني ولا؟ لا شيخ. هم الحقيقة متخصصين بالعراق فقط. والله لا أعلم. لا بأس، لكن. نعم شيخ. إيش شعارهم يعني؟ الحقيقة لم يظهروا إلا عندما بدأ الحقيقة المستلف يظهر. ظهر هؤلاء ضدهم شيخ. نعم نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خالد يا شيخ من مصر. وصلتها؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. أعزك الله. كيف حالك؟ بخير بفضل من الله. كيف وجدت الجماعة هناك؟ بفضل مولاك طيبين ويعني بلغوك السلام يا شيخ. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خالد يا شيخ من مصر. وصلتها؟ الحمد لله على السلامة. أعزك الله. كيف حالك؟ بخير بفضل من الله. كيف وجدت الجماعة هناك؟ بفضل مولاك طيبين ويعني بلغوك السلام يا شيخ. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نعم. نقول بارك الله فيك. وفيك بارك. على تواتر القرآن. نعم. نقول ما الدليل على تواتر القرآن؟ الدليل هو ما عليه أمة الإسلام جميعهم حيث وصلهم القرآن دون أي زيادة أو نقصان. وخلاف الشيعة لا يضر؟ لا يضر. إذا ما المعتبر في التواتر؟ الأغلبية؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة. أي نعم. طيب بالنسبة لإدراك الإعجاز في مثل قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين في سورة المعون، ما السبيل إلى معرفة الإعجاز في مثل هذه السورة؟ هذه ما كنا تحدثنا عنها في سؤال سابق. تحدثنا عن عموم القرآن عندما قلت أنه في مثلا الاكتشافات العلمية التي لم يصل التي العلم يعني توصل إليها في آخر الزمان. نعم، بس قلت قبل ذلك إعجاز القرآن بالنسبة للعرب يتعلق بلغتهم. نعم، أنا أقول الآن بالنسبة للعربي كيف يدرك الإعجاز في هذه السورة؟ إذا كان عربيا وليس عربيا استعجم فهو يدرك، لأن القضية هذه قضية ذوقية. يعني نكتفي كما قلت سابقا بعجز العرب. أي نعم، هو هذا فيما يتعلق بفهم القرآن بلغته. نعم. أما هذا لا ينفي أن يكون هناك معجزات يشترك في فهمها حتى الأوروبيين كانشقاق القمر مثلا. أي نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك. نعم. بعض علماء الحديث. أيوة. يقولوا أن الحديث لا يفيد، الحديث الذي نقل بخبر الآحاد لا يفيد القطع العلمي وإنما يفيد العلم النظري. نعم. هل هؤلاء يصح لهم أن يستدلوا بالأحاديث التي نقلت بطريق الآحاد في معجزات النبي؟ يا أخي أنت بتسأل سؤال ملفق بين رأينا ورأي غيرنا. نعم، هذا رأي غيركم. طيب، فنحن نقول إن التفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر والتفريق بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد هذا تفريق محدث مبتدع لا أصل له في الإسلام، ولذلك خالفوا هذا التفريق. نعم، أنتم تخالفوا. كيف نحن نخالف؟ يعني لا توافقون على هذا الكلام.
أيوة نحن نقول هذا أمر محدث. يعني إذا هنا الاستدلال بخبر الأحد على المعجزات كالاستدلال بالتواتر. أي نعم لا فرق عندنا. ولا يحتمل خبر الأحد، ألا يحتمل مثلا كما نسمع الوهم من الراوي؟ نعم نقول هذا أمر محتمل، إلا في أحاديث وهي كثيرة جدا تلقتها الأمة بالقبول. فمثل هذه تتنزل منزلة التواتر. أي نعم. بارك الله فيك. حديث في صحيح مسلم ملخص الحديث أن العبد إذا أنكر المنكر وكذا نكت في قلبه نكتة بيضاء. كيف نفهم هذا الحديث؟ أولا أنا لست أذكر أن حديث النكتة البيضاء هو في صحيح مسلم، فهل أنت حديث عهد بالاطلاع على الحديث في صحيح مسلم؟ لا، نص الحديث يقول. معليش أنا ما أسألك عن نص الحديث، أسألك عن عزوك للحديث إلى صحيح مسلم. لا، قريب جدا مطلع عليه وقرأته. قرأته في صحيح مسلم؟ نعم، وأنا أحفظ لو تريده. هاته، ما أوله؟ الحديث أوله معناه يعني يقول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث. نعم يا أخي. نعم يا أخي. بس بس ليش بريد؟ بريد. يمكن ما عجبهم الكلام. حارس وقت يعني احتمال. والله يمكن. نعم. يعني هم إما أن يكون حارس وقت. نعم شيخ. إيه في ماذا كنا؟ عن هؤلاء الطائفة شيخ عندنا. أيوة. هو الحقيقة الآن أن الدعوة السلفية تستغل من جماعات عديدة جدا. والذين لم يكونوا من قبل هذه السنين المتأخرة يذكرون لفظة الدعوة السلفية في محاضراتهم وفي دروسهم أصبحوا الآن يعلنونها، وهذا من باب السياسي. نعم. أيوة. أيوة. ألو. نعم. لا. ألو. لا. أتكلم أنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك. كيف أنت؟ الجزائر. مرحبا. الله يسلمك. عندي 4 أسئلة إن شاء الله. هاتيها. نطرحها إن شاء الله. هاتيها. يعني أولا سؤال، يعني هناك جماعة من المسلمين لهم أمير قد أعطوه بيعة بالسمع والطاعة ما دام في طاعة الله عز وجل، ولها نفس الأصول التي تقوم عليها جماعة الإخوان، ولها الأمير ولهذا الأمير سلطة مطلقة على الأفراد، ويطبقون على بعضهم البعض أصل الولاء والبراء، ولا يجوز لأحد من الأفراد أن يقوم بأي عمل إلا بعد الاستئذان. فهل يجوز الانضمام إلى هذه الجماعة؟ وما حكم هذه الجماعة شرعا؟ لا يجوز الانضمام إلى جماعة يلتزمون مثل هذه الأحكام التي خصها الشارع الحكيم بالإمام الأعلى وهو الخليفة. أما أمير يبايع هنا وأمير يبايع عندكم هناك وهكذا، ويشترطون ما ذكرت من الطاعة العمياء، فهذا ليس من الإسلام في شيء، ولا يجوز الانضمام إليهم.
نعم 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 تفضل. ما حكم يعني التخيل؟ يعني هناك جماعة بعض الجماعات الإسلامية تقوم بالتخيم على الشواطئ، يعني يذهبون إلى شاطئ البحار ويقيمون هناك أيام، يعني ما حكم هذه الجماعة شرعا؟ يعني من أي ناحية؟ يعني سؤالك من أي ناحية؟ يعني يعني حكمها شرعا، يعني يعني هناك جماعات إسلامية تقوم على شواطئ البحار يعني وتقوم بالمخيمات، يعني حكمها شرعا هذه المخيمات يعني يا أخي لماذا يقومون هناك؟ للنزهة، للاستجمام، للترويح عن النفس، للدعوة؟ ما يكفي هذا السؤال، يجب توضيحه. هناك جماعة يقولون أنهم يعني للعبادة، يعني فهل هذا المقام يعني للعبادة؟ وإن كان فيها يعني أحاديث و يعني مواعيد كثيرة كل يوم، وهل يجوز شرعا وإن كان للعبادة؟ يخرجون إلى الساحل للعبادة؟ يعني هم يعتقدون ذلك. الله أكبر. يا أخي أنا سألتك لماذا يخرجون؟ يعني ماذا يفعلون هناك؟ يذهبون إلى الشاطئ يعني يطبقون حديث والعلم لله صحته، وإن كان ضعيف أو قوي العلم لله، يتخذونه يعني في الحديث يقول علموا أولادكم يعني من ذي الأمور الثلاثة ومنها السباحة، فتمثيلا لهذا الحديث أو القول والعلم لله صحته فيقومون إلى الشواطئ فيتعلمون السباحة ومنها لوجه الله، يعني يعني هل هذا المقام بالذات يجوز شرعا؟ إذا كانوا يلتزمون الأحكام الشرعية، إذا كانوا يلتزمون الأحكام الشرعية وهم مقيمون هناك بقصد أن يعلموا أولادهم السباحة، هذا أمر مشروع لا خلاف فيه، لكن أحس أشعر بأن وراء سؤالك شيء أنت ما تعبر عنه، ولذلك أقول لك هذا السؤال أجله، سجله عندك في ورقة على هدوء وعلى مهل حتى تستوعبه وتجمع أفكارك فيه، لأن السؤال غريب جدا. ناس يذهبون إلى السواحل وناس يذهبون إلى الجبال وإلى آخره، هذا كله أمر جائز شرعا، لكن ينبغي أن نعرف ما هي مقاصدهم، ما هي غاياتهم. فسجل سؤالك وقدمه لي فيما بعد، وإذا كان عندك سؤال الثالث هاته. هناك سؤالين يعني إذا كانت هناك جماعة ولها أمير، هل هذا الأمير ملزم بالشورى؟ ملزم في الشورى. بالشورى. هل هذا الأمير ملزم بالشورى؟ تسأل هل هذا الأمير ملزم بالشورى؟ يعني إذا كانت هناك جماعة ولها أمير، هل هذا الأمير ملزم بالشورى؟ ملزم بالشورى وغير ملزم بالشورى، إذا اقتنع بمشورتهم وجب عليه أن يتمسك بها، وإلا تمسك بعلمه. فهل هذا الأمير عالم بالشرع؟ مصيبة الدنيا الآن هي الأمراء، في كل بلد في أمير. أخي في الناس أعطاني إياها
وقال قائلا لي يعني اطرح الاسئله الى الشيخ وانا اقوم بهذا يعني بهذا العمل. نعم وانا اجيبك. يعني ان كان يعني ان كانت هناك شورى يعني هي الكتاب والسنه يعني يتفقون على كلام واحد فيجوز. لا يا أخي، الأمير في الإسلام يستشير أهل الرأي والعلم الذين حوله، ثم بعد أن يستشيرهم إما أن يعمل بمشورتهم وإما أن يعمل برأيه واجتهاده. وهناك تعبير عصري يقول الشورى هل هي ملزمة أم هي معلمة؟ والجواب هي معلمة وليست بملزمة. فهمتني؟ ألو، فهمتني يا أخي؟ الله يهديك. هات غيره. لا يوجد في الإسلام انتخابات، وإنما يوجد الشورى. وهناك سؤال يعني خامس والأخير إن شاء الله. يعني إني عامل في شركة، وعندما يعني أقبض المال في آخر السنة يعني نملأ صكوك، يعني ما حكم الصكوك الفريدية يعني شرعا؟ ما فهمته. يعني ما حكم الصكوك الفريدية شرعا؟ يعني أنت يا أخي ذكرت الشركة ثم اختصرت الكلام وسألت عن الصكوك البريدية، فماذا تعني بالصكوك البريدية؟ يعني في آخر الشهر عندما العامل يقبض المال يجب عليه أن يملأ يعني صكوة بالمبلغ الذي فيقبضه ثم يدفعه يعني للشركة ثم يقبض المال. هل هذا يعني صفوف وحكمها شرعا؟ هل جائز؟ نعم. لا، سؤال عجيب يعني. الذي يفهم من كلامك يا أخي أن الموظف في الشركة لا يستطيع أن يأخذ راتبه الشهري إلا بأن يقدم صكا، هكذا تعني؟ نعم. ها؟ نعم. هل هناك يعني يعيد شو؟ يعني ما حكم هذه الصكوك يعني شرعا؟ سجل هذا سؤالك في ورقة أضيفه إلى السؤال السابق. وسجله في ورقة وأوضحه حتى نستطيع أن نجيبك عليه. والسلام عليكم. ما شاء الله. هو يظهر انه يسجل الجواب يا شيخ. ما ليش ما يهمنا، لكن هو يسجل السؤال. يلا يا مولاي الساعة 11:30. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مساكم الله بالخير يا شيخنا. مساك الله بالخيرات والبركات. طمنا عن صحتكم. الحمد لله رب العالمين بخير. أعانك الله. أحفظك. وبارك الله في عمركم. رزقك الخير وتقبل منك. آمين يا رب العالمين.
كيف حالك؟ الله يكرمك يا شيخي، بدنا تكون انت بخير. الله يبارك فيك، انا بخير ان شاء الله واياكم. ما دمت انت بخير نحن والحمد لله بخير والحمد لله. وهي الاخت باتت يعني بنية صيام قضاء عليها. ايه؟ لكن الان هي مترددة بان تكمل هذا اليوم. ايش؟ ليس لشيء. هي تصوم قضاء بما عليها. نعم. طيب وتسحرين؟ نعم يا شيخنا. وماذا تعني بالتردد الذي عرض لها؟ يعني تقول لا للشيء، يعني الان انا مترددة بالنية ان هل اكمل هذا الصيام او افطر هذا اليوم. لا، معناها مش مترددة في النية، مترددة بالمثابرة على الصيام ولا تفطر. اي نعم. هيك يعني يفهم منها؟ اي نعم، هي نعم تقول هكذا، يعني مش مترددة في نيتها. نعم، نيتها كانت صحيحة وشعورها كان صحيح. نعم. الان مثل بيقول بتقدم رجل وبتأخر اخرى، هل تظل صائمة ام تفطر؟ اي نعم هكذا. اي نعم هكذا. طيب الان فهمنا انه في عندها تردد، فما هو السؤال؟ هل هو تعني يجوز ان تفطر ام لا، ام تعني انه هذا التردد يفسد عليها صومها ام لا؟ ماذا تعني بالسؤال؟ احسنت يا شيخنا، الاثنتين يعني. بارك الله فيكم. فيك بارك. اما ترددها هل تفطر ام تمضي في الصيام فذلك لا يفسد عليها صومها. نعم.